كلنا عارفين ان الزمالك الموسم ده بيوزع هدايا وبيوزع نقط لاي فريق هو عايز، اكيد مش هيبخل على الثلاث نقط لبيراميدز، مع ان بيراميدز عنده غيابات كتير. اول واحد عنده مايل المهاجم وكمان احمد توفيق وكمان الشيبي، يعني عنده ثلاثه من الاعمده الرئيسيه بتاعت الفريق يغيبوا على المباراه. بعد الغيابات دي كلها الزمالك برضه هيخسر المباراه عشان بيراميدز ما يخرجش بره المنافسه، وكمان في لاعب ممكن ما يلعبش، يعني ممكن يلعب ممكن ما يلعبش، وهو مصطفى فتحي. كلنا شفنا طبعا مصطفى فتحي وهو خارج من المباراه، واكيد المدرب لو عنده كرامه مش هيلعب مصطفى فتحي الماتش اللي جاي. بعد الغيابات دي كلها وبرضه الزمالك هيخسر المباراه، عارف ليه؟ علشان زي ما قلت لك بيراميدز ما يخرجش بره المواجهه، لان الزمالك الموسم ده بوزع هدايا، اي حد عايز التلات نقط هيديها له. اذا كان ادى الغريب يا جدع، ادى النادي الاهلي التلات نقط بتوعه بعد انسحابه من مباراه النادي الاهلي، مش هيدي بيراميدز اللي هو نفسه ياخد الدوري؟ ما دام انا مش هاخد الدوري النادي الاهلي ما ياخدش الدوري، ففوت الماتش لنادي بيراميدز. هو ده اللي هيحصل يوم الجمعه، ويا ريت يا ريت يبقى كلامي غلط وما يحصلش، يبقى في شويه لعيبه رجاله في الزمالك وما يفوتوش الماتش لبيراميدز اللي خد مكانهم اللي هم متعودين عليه التاني، وخد مكانهم برضه في افريقيا. يا اخي خلي عندك دم بقى واكسب بيراميدز الماتش اللي جاي علشان تهدي الدوري للنادي الاهلي، يبقى عملت حاجه كويسه في الموسم بتاعك، الموسم الصفر انت طالع منه من غير ولا بطوله يا راجل، ده حتى ما حصلتش المركز الثالث، وهتفوت برضه الماتش لبيراميدز، وخدها مني قبل المباراه بيومين الماتش محسوم لبيراميدز، بس كده يلا سلام.